كابتن بلال الف مبروك، النادي الاهلي بيفوز النهارده 2-0، قطع شوط كبير ان شاء الله في التاهل لدور الاربعه. مبروك طبعا يا كابتن ايمن للنادي الاهلي، مباراه صعبه تكتيكيا يعني. طبيعه الحال خلاص انت دخلت في المباراه الاقصائيه، فطبيعه الحال الكره الجماليه مش هتشوفها كتير، يعني حتى المباراه اللي لك ممكن ما تلاقيهاش كتير، السيمي فاينل ممكن ما تلاقيش مباراه جماليه، الفاينل نفسه كمان ممكن تلاقي المباراه كلها تبقى مقفوله. الفكره كلها ازاي تكسب، ازاي تحاول انك تكسب، وازاي تحاول انك ما يدخلش فيك اهداف، لان مباراه النوك اوت زي ما احنا لسه عايشين في افريقيا، مباراه يعني هي نتاج الماتشين، حاصل نتاج المباراتين، هتكسب هنا كام وهتتعادل هناك وتتعادل هناك وتتعادل هناك كام، هتكسب هنا قد ايه وهناك هتكسب قد ايه، هيدخل في مرماك اهداف ولا لا. هي دي الحسبه بتاعه مباراه النوك اوت. الاهلي النهارده ممكن يكون مباراه متواضعه حقيقي فعلا، ممكن يكون في بعض النقاط اللي ممكن يعني عايزين مستر كولر يعني يغير منها شويه، التغييرات المتاخره، يعني انك احنا خلاص قرينا الجيم من بدري جدا جدا جدا، مين هينزل مكان مين، الملعب ممكن يتحمل مين مع مين، يعني في حاجات هنتكلم عليها واحنا بنتكلم فنيا. لكن انت في النهايه بتقول يا كابتن ايمن انك انت بتلعب مباراه قدام فريق برضو يعني عنده نظام طبعا، يعني عنده نظام، ممكن ما يكونش فريق قوي جدا 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 يعني، لكنه فريق منظم بيعرف يقف كويس، وال18 من ال18 بشكل كويس، بيستغل الكرات العرضيه بشكل جيد، خطر جدا في الكرات العرضيه، الكرات الثابته برضو خطر جدا، ممكن يشكل عليك يعني عبء كبير في الهجمات المرتده السريعه، ولكن انت قدرت حتى في الحاله دي انك تكسب بنتيجه جيده 2-0. نتيجه مش وحشه من وجهه نظري الشخصيه، 2-0 برضو هي مش النتيجة الكبيرة، ولكن برضو مش النتيجة اللي تخليك قلقان، نتيجة برضو تخليك وانت رايح مطمن، لان خلاص انت كل دقيقة بتمر هناك كل ما متوتر متعصب مستعجل جدا مرتبك عايز يسجل اهداف. الفكرة كلها انك هناك تحافظ بس على النظام بتاعك، تحافظ على التنظيم الدفاعي، ممكن طريقة اللعب تتغير هناك، تتغير طبعا مليون في المية طبعا، ومش عيب طبعا، الكبار هم اللي بيلعبوا على قد الجيم، يعني انا هلعب ازاي الجيم، ازاي ظروف الماتش، انا كمدير فني هشتغل ازاي، هشتغل بأني طريقه، الطريقه المناسبه لفرقه الرجاء، ما هو ممكن النهارده الطريقه المناسبه ليا مع صن داونز ما تكونش هي نفس الطريقه المناسبه مع فرقه الرجاء، صح، لكن الاهلي النهارده في ظل هذه الظروف فوز جيد من وجهه نظر الشخصيه، فوز جيد تمام، كان ممكن خد بالك تسجل اهداف ثانيه، يعني مع رغم ان الاداء مش افضل حاجه، مش الاداء اللي احنا كنا منتظرينه، ولكن الفرص اللي ضاعت برضه بالنسبه لك فرص كانت ممكن تحقق نتيجه افضل من كده بكتير جدا. النهارده حسيت نهايه المباراه ان في بعض الاجهاد، حسيت ان اللعيبه خلاص نهايه المباراه برضو يعني في تحامل، ده اللعيبه يعني حاسس كده بحمل شديد شويه، هل هو مثلا من كتر المباريات اللي بتتلعب، الضغط العصبي والماتشات اللي ورا بعض، الضغط الجماهيري اللي موجود النهارده، برضو فرقه الرجاء فرقه اول يعني واخده اول المجموعه، بتلعب برضو فرقه يعني انت برضو عامل حسابها شويه طبعًا، خايف وقلقان، بتلعب اول مباراه داخل ملعبك، كل دقيقه بتمر عليك انت برضو متوتر، عايز تسجل اهداف، عايز تكسب، دي كلها برضو عوامل تخليك تخرج بشكل مش مرضي بالنسبه لك، ولكن خلاص انت كسبت 2-0، المباراه اللي جايه لسه قدامها اسبوع، الاهلي فريق قوي، فريق منظم، عندنا لعيبه عندها امكانيات وقدرات عاليه، المميز في الاهلي في الوقت الحالي هو دكه البدلاء، ده المميز في الاهلي، يعني سواء اذا كان حمدي ابتدى، اليودانج قاعد بره، السولية قاعد بره، مروان ابتدى، شريف قاعد بره، او شريف ابتدى كهربا، بقى عندك بدايل تقدر في اي وقت تنزل تغير رتم الماتش، مش بس النتيجه، لا تغير من رتم الماتش، عندك سرعات بره، عندك لعيبه عندها مهاره، عندك قاعد بره، عندك لعيبه مختلفه، يعني لعيبه قدراتها مختلفه، ولعيبه وقدراتها وامكانياتها جيده، يعني انت وانت قاعد بره لا وانت بتدور لا بتقول انا عندي حلول، عندك حلول تمام، ما بتقولش مين ممكن ينزل يخلص الماتش ده، لا انت بتفكر مره واثنين وثلاثه، طب يا ترى ننزل حمدي فتحي، يا ترى افشل اللي ينزل، يا ترى شريف اللي يغير، يا ترى مين ممكن ينزل، فعندك على دكه البدلاء حلول وحلول جيده، يعني طالما انت ابتديت تبص على دكه البدلاء وتقول انا عندي 1 2 3 4، ده نجاح للنادي الاهلي ولاداره النادي الاهلي، ونجاح كمان للمدير الفني الحقيقه بتاع النادي الاهلي. فالنهارده مباراه جيده في نتيجتها طبعا للنادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه باذن الله يبقى فيه هدوء اكتر، تركيز اكتر، في بعض يعني في بعض الاوقات بس محتاج يدخل المباراه بدري قوي مستر كولر من وجهه نظر الشخصيه، تغييرات يعني طبعا طبعا طبعا. خلاص بص يا كابتن ايمن،
انت الفكره انا كمدير فني انا ليه بتاخر قوي كده في التغييرات؟ خلاص يعني لازم خلاص انا عايز اكسب، عايز اكسب نتيجه جيده. النهارده 1-0 برده مش كفايه، يعني لو النتيجه خرجت 1-0 كنا زماننا قاعدين بنقول مباراه صعبه في اي وقت من الاوقات ممكن يجي الجول فتضطر تلعب هناك شوطين، الحكم انت مش ضامن ظروفه ماشيه ازاي، الامور في افريقيا صعبه. بس هي المباراه صعبه في كل الاحوال برده، خلي بالك يعني الشوط الثاني او مباراه العوده برده هتبقى صعبه. لما تدور، لما تنزل تدور على هدفين غير لما تدور على هدف طبعا. يعني الموضوع برده صعب، مش صعب. يعني تخيل لا قدر الله انت بتلعب اول ماتش ليك بره، لا ومين المنافس يا بلاش؟ صح مظبوط، انت بتدور على هدفين مع النادي الاهلي. طبعا ما ده اللي انا بقوله. تخيل طبعا طبعا، يعني تخيل انت مثلا ايه، انت كسبان مثلا سان داونز هناك 2-0، هناك 2-0 وهو جاي يلعبك الناحيه دي، هتبقى طب قمه التوتر. تمام، السربعه اللي هتبقى موجوده، الاحباط اللي هيبقى موجود، بيلعب النادي الاهلي كسبان، يعني الامور يا كابتن ايمن صعبه جدا 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 جدا. فعايز اقول بس هو النتيجه جيده جدا من وجهه نظري. اسم النادي الاهلي مخيف بشكل كبير جدا، يعني برضو من ضمن الحاجات الاسباب اللي خليتك في انك تكسب النهارده 2 والاداء يطلع كده، هو ان فرقه الرجاء برضو قلقان وخايف ومتوتر، جاي برضو بيلعب النادي الاهلي في مباراه، في مباراه دور الثمانيه الاهلي يعني الاربع بطولات اللي فاتت يا بيكسب يا في الفاينل. فالنهارده عايز اقول مبروك للنتيجه على للنادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى نحقق نتيجه جيده هناك ونكون اكثر تركيزا باذن الله. باذن الله رب العالمين ان شاء الله.